انا الماتش اللي انا خسرته ما كانش ان هو احسن مني، انا احسن منه وهو عارف ان انا احسن منه عشان كده مش عايز يلعب، بس انا ما اقدرش انكر ان هو كسبني وده اعتراف فاهم. هو الراجل هي واز ذا باتل مان ذات نايت. ليه بقى؟ هو كان عنده خبره اعلى مني فايموشنلي انا كان اول مره اخش الاقي عدد الجمهور ده وكان في ناس من اهلي موجودين وعارف انت بتلعب مين في الاورجنايزيشن. ايوه بالظبط. فهي الفكره ان الموضوع كان فيه لوت اوف هيت. بس الحلو بقى في الموضوع ايه؟ ان بسبب الماتش ده انا اكتشفت مشكله كانت عندي. لو انا الماتش ده انا كنت كسبته انا كنت متاكد ان انا ما كنتش هكتشف الموضوع ده. انا كنت دايما بلعب ماتشاتي كنت مخلصها فيرست راوند. انا خلي بالك انا نيفر وان ذا ديستنس مره واحده. كل ماتشاتي فينشز. مرة اللي عوان فيها the distance كانت قبل الماتش اللي هو اللي خسرته. ما اعرفش ايه اللي حصل لي حتى انا مش هنسى. واحد قال لي الكلمة دي قال انا شفت دافراوي في راوند 2 لما رجع للكورنر صدره ده كأنه هيطلع من جسمه. يعني هو فعلا كنت تعبان قوي كنت تبقى بقى اخش في سكرات بقى اللي هو بقى ايه انا سكران ومخي ابتدى ينمل وعضلات تشنج وانا بضرب اللي هو انا مش عارف انا بضرب بطلع كده اللي الهاند تو هاند كومبات عامه الام ام اي الفايت اللي هو الفايتنج عامه اما نفسك بيروح الموضوع بيختلف خالص على كل هي بقى الفكره بقى على كل الرياضات بيختلف خالص الفكره بقى ايه ان انا الكونديشن بتاعي انا اساسا ماي بيس كونديشن. يعني انت لو سالتني انت كنت بتعمل ايه لما تلعب ام ايه اقول لك انا كنت بودي ويت اثلت. فانت مشكلتك ما كانتش ان انت تعبان قد ما هي لا ما هي بقى المشكله بقى طلعت ايه؟ ان انا بعد الماتش اللي هو انا خسرته ده انا من اول راوند مع الضغط مع البريشر صح عندي لا عندي خمول اللي هو انا داخل بضرب حتى لما ضربت راوند كيك وقعت على الارض كان في حاجه غلط. المدربين بتاعي بتوعي جم قالوا لي انت في حاجه غلط لازم تروح تكشف. رحت كشفت فقلت الدكتور دماغي وانا مش عارف قلت له دماغي وجعاني قوي مش عارف ايه فبتبص في مناخيري قال لي انت عايش ازاي؟ فقلت له مش فاهم قال لي انت قلبك ممكن يقف بالذات في اللعبه اللي انت بتلعبها دي بسهوله جدا. قلت له في ايه؟ قال لي انت عندك اعوجاج في الحاجز الانفي وعندك غضاريف ملتهبه سدلك الخرمين يعني انت بتنفسه ده من بقك فمفيش اي اكسجين سبلاي كان بيخش الجسم مظبوط. طب ده حاجه من زمان ولا بسبب ما هو بقى انا كان عندي اليرجيز وانا صغير. دي برضو حاجه يعني هرجع للموضوع تاني بس خلاص الموضوع ده حاجه برضو عايز الفت نظر الناس ليها. لما رحت للدكتور وقال لي كده انا ما ترددتش. انا بصراحه كنت منهار في حياتي ما انا حسيت ان انا تاني يوم قلبي هيقف مش بسبب موضوع النفس من كتر ما كنت مكتئب اللي هو انا كنت عامل معسكر وساعتها هو المعسكر ده احسن معسكر انا مش هنسى كان في منتخب روسيا المصارعه الناشئين والعيال اللي هي كانت بتاعه الاي ام ام اف اللي هي البطوله الامتش العالميه اقسم بالله كنت بمسح بيهم البلاط كلهم لدرجه ان مدربهم نزل لي في يوم يلعب معايا مخصوص وخدت تو تيك داونز ما شاء الله. فلما رجعت ما بقتش فاهم في ايه وحتى ميزاني كان اول مره يضرب لحد 88 وكانت اول مره اخد بروتين. انت بتلعب ميزان كام اصلا؟ 77 اول مره اخد بروتين اول مره كنت اخلص شكاره بروتين وبتاع وكنت بجري والله العظيم كنت بخلص سبارينج في تايلاند يو اف سي فايترز بالوتور توب كاليبرز كنت بخلص سبارينج دقيقتين اطلع البس الجزمه وكنت بجري 7 كيلو حوالين الكامب. انت كنت شايف ان كل حاجه عملتها صح؟ كل حاجه عملتها صح فطبعا عامل الخبره بقى اتعلمت منه جامد قوي. ليه بقى؟ بعد الطبع عشان بس ما ننطش الموضوع رحت للدكتور ما كشفت النهارده يعني الاسبوع اللي بعده بالظبط كنت في اوضه العمليات عملت العمليه طبعا يعني قلت الحمد لله ان انا الموضوع اكتشفته غير ان انا اكتشفت قلت الحمد لله ان انا فعلا كان عندي سبب ان انا كنت ممكن ليه اخسر الماتش ده كان حاجه بره ارادتي بس دي غلطتي